قناة شباب نتني، والسلام عليكم. من المنتظر أن يعود مهاجم المنتخب الوطني المغربي عبد الرزاق حمد الله لمعسكر الأسود بمدينة مراكش صباح يوم الاثنين قبل سفره صوب الديار المصرية للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها مصر بداية من 21 يونيو الجاري. وحسب مصادر إعلامية فإن حمد الله سيعود صباح اليوم إلى مقر إقامة الفريق الوطني وسيكون سبب الحضور داري محض، وذلك ليتسلم جواز سفره الذي ما زال في حوزة مسؤولي المنتخب الوطني. ويأمل العديد من المتتبعين للشأن الكروي الوطني أن تستغل هذه الزيارة من أجل تلطيف الأجواء وإعادة المياه لمجاريها وتذويب الخلاف القائم بين اللاعب وبعض العناصر داخل المنتخب، حتى وإن لم يسافر حمد الله إلى مصر للمشاركة رفقة الأسود في نهائيات الكأس. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.